وسط احتفائية بقاعة بن الهيثم بالقطب الجامعي بولاية المسيلة على شرف المتفوقين في الامتحانات الرسمية بكل الأطوار، أشرف على تكريمهم والي الولاية اعترافا وتقديرا لمجهوداتهم. تكريم كل النجباء اللي تحصلوا على أعلى معدل على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وراكم تشوفوا باللي حققوا نتائج يعني أكثر من 17 في المعدل، وكان كرمنا كذلك الأوائل على المستوى الولاية، وكذلك مدراء المدارس اللي على المستوى كذلك الولاية، وكذلك اغتنمنا هذا الفرصة لتكريم الصغار اللي يقراوا في الابتدائي واللي تم تكريمهم من طرف رئيس الجمهوريه لانهم ابتكروا، وهذو كذلك من ربيع. ان شاء الله تكلمنا مع الاباء وتكلمنا مع المعلمين وشكرناهم وقلنا لهم لازم لنا نوفر لكم كل ما يلزم توفيره، ولكن لابد من العمل ثم نعمل من اجل احتلال المراتب الاولى، ولما لا، لان الجامعه تاعنا راهي من بين الاول. ما زاد القاعة جمالا هو عزف الفرقة النحاسية التي أبهرت الحضور. نصيحتي هي أن يستغلوا هذه الفترة، يعني يعتبروا جائحة كورونا هي ليست عائقا في طريق تحقيق أهدافهم، يستغلوها استغلال، يعني يعتبروها يعني نعمة لا نقمة عليهم. في الحقيقة اخترت تخصص طب الأسنان لأنه كان يعني حلم والدي يعني من فترة الثانوية ربما، وكذلك أنا أحببت هذا التخصص ووجدت نفسي في انجذاب له. ضجت القاعة بالتصفيق والزغاريد وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. عبرة، هذه عبرة كبيرة، شرفت ولاية المسيلة.